السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أسهل طريقة لعمل افكت انقسام للسكوب. تمام، هتحتاج تحمل افكت الكتر، هسيب لكم رابط التحميل تحت الفيديو. تمام، يلا ندخل في الطريقة. هسيب لكم رابط التحميل تحت الفيديو، هنشوف هنثبت افكت الكتر ازاي. بس كده الاستخراج خلص. تمام، هنثبت الافكت، ندوس اجري كونتينيون، نستول، نستنى لحد ما يتثبت. حجم الافكت جيجا و 800 ميجا، وحجمه كبير بس افكته حلو يعني. كده الافكت اتثبت معانا. تمام، هنسأل كلمة اكتيفيت، نفتح الملف ده، نصوت كده سريال نمبر كوبي سكيب دونت يوز. نيجي هنا ندوس هنا انتر سريال نمبر. تمام، ندوس هنا كنترول زائد في. تمام، كنترول في يعني، عند السبميت. وبكده كن الافكت معنا تفاعل عشان نتخطى مشاكل علامة الاكس اللي بتيجي على الشاشة اثناء وضع الافكت. تمام، كده الافكت معنا تفاعل معنا وتثبت بالطريقة الصحيحة بالظبط. تمام، فاحنا نفتح البرنامج نجرب الافكت. يلا نكمل شرح الافكت. طيب يا شباب، احنا عندنا هنا مثلا لقطة عايزين نعملها انقسام الاسكوب. نيجي هنا من بداية اللقطة. تمام، انا اختصرت عليكم، جايبها لكم جاهزة، الطريقة جاهزة عشان ما اطولش في وقت الفيديو معكم. تمام، بدل ما اعمل السلو موشن قدامكم واقسم قدامكم الكلام ده. تمام، والساوند والكلام ده. تمام، هنيجي هنا ندوس على دي الت ونطلع بها لفوق، ندوس على دي، ندوس على بتاعة الدايرة دي. تمام، نيجي هنا بس دي كده كده نظبطها على الدايرة بالظبط يعني الاسكوب بالظبط معانا. تمام، كده حددنا الشكل بتاع الاسكوب اللي احنا عايزينه. جينا في الافكتات هنكتب اس بلور، ناخد الافكت ده نحطه هنا تحت، خليه هنا 10 او 5، خليه 5 ماشي. تمام، نيجي هنا عند دي، هندوس نست، هندوس الت، نسحبها لفوق مرتين. تمام، كده يبقى عندنا تلاتة بلون الأخضر، تلاتة نست. تمام، نيجي هنا نكتب اي سي تي او اكتو يعني، حط الافكت هنا. تمام، تمام كده هنيجي هنا عند دي الكلمة دي، ندوس على دي، نيجي هنا في نص النست مثلا كده مثلا، صغر حجم الفيديو نخليه 75. نيجي هنا عند نهاية الفيديو نعمل ريسيت. نحدد دول كده كلهم، نعمل لهم بيزير كده. تمام، نظبط الجراف بقى، نجي ورا السن هنا عشان نظبط الجراف بتاعها برضو. نظبط جراف السكيل، كده ظبطنا الجراف بتاع أول واحدة. نيجي بالظبط عند نص الفيديو برضو، نحط على افكت الكتو، عددهم هم ثلاثة كده، لك يمين بيزير، نظبط الجراف برضو. أهم حاجة الجراف عشان الإفكت يبقى سلس في انقسام السكوب. كده عندنا آخر واحدة اللي هي اللي فوق دي. الفوق ده نتحكم في حجمها بس هنا بس. تمام،
ظبط الجراف برضو. نعمل له رندر ونشوف النتيجة. بس كده زي نهاية الفيديو، لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. يلا سلام.